مساء الورد واهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد وعروض جديده. اليوم العروض كتير مميزه وكلياتنا ناطرينها صراحه، هي العروض على المواد الغذائيه والمنظفات. العروض رح تكون بماركت الايوز بير الخميس الجاي 23 ديسمبر. العروض رح تستمر ل 29 ديسمبر. رح يكون متوفر زيت، دقيق، رز، اجبان، البان، لحوم، منظفات، معطرات، دواء غسيل. تابعوا معي الفيديو للنهاية لانكم كتير كتير رح تستفادوا، بالاضافة انه رح نشرح عن المنتجات اللي مجربينها واللي بننصحكم فيها واللي ما بننصحكم فيها. تابعوا معي الفيديو للنهاية. قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك الحلو للفيديو، ومو بس بدنا لايك، بدنا مشاركة للفيديو عشان كل العالم الموجودة بتركيا تستفاد من هاي العروض. خلونا نصلي على حبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ونبدأ مباشرة بالعرض الأول. ديك رومي، لحم ديك رومي الكيلو الواحد سعره 36 ليرة. العرض اللي بعده من ماركة تات، رز بالدو الوزن كيليان السعر 28 ليرة، ماركة جدا ممتازة. لبنة من ماركة سوتاش 700 جرام بسعر 30 ليرة، رح يكون هاد منتج جديد نازل على ماركة الايوز بير. من ماركة توركو جبنة توست، او فيكن تستعملوها كمان للبيتزا او البرجر، يا رم يا لو نصف دسم، ماركة توركو جدا ممتازة. الجبنة 2 كيلو بسعر 85 ليرة. صراحة الأسعار الله يرحمنا قد ما عم يعملوا تخفيضات ولكن عم بيضل في غلا. سجق بقري 300 جرام ب 22 ليرة. علبة بسكويت بيقولوا لها جوفريت بالحليب، أربع قطع، وزن الوحدة 200 جرام، السعر كامل 25 ليرة، يعني علبة كبيرة. في هذا الحليب من ماركة بينار بدون لاكتوز، لاكتوز سوس، في ناس عندها حساسية من اللاكتوز. العلبة الوحدة 1 لتر، 4 علب بسعر 28 ليرة، ايضا ماركة بينار جدا ممتازة. من ماركة توكاش مخلل خيار 560 جرام بسعر 10 ليرات، عرض جدا رائع. من ماركة بيرسيل دواء غسيل، هذا الماركة كتير كتير ممتازة، هاد بصير للأبيض وبصير للملون. أنا كنت كتير استعمله صراحة، بعدين قلبت على الأريال، بجوز ارجع استعمل البيرسيل، كتير ممتاز وبينظف، بنصحكم فيه. رح يكون فيه الكيس 6.5 كيلو بسعر 60 ليرة. من ماركة ويند، أول مرة هي الماركة رح تنزل على اليوزبير، معطر ومطري ملابس 1500 ميلي بسعر 18 ليرة، رح يكون فيه 3 روائح. جبنة من عنتاب، بتجي جبنة مثل مشللة ما فيها ملوحة كتير، 450 جرام بسعر 23 ليرة. من اكيجي زبدة، ممكن يعني اللي مثلا ما يعرف تركي يفكرها هي مرتديلا، نفس شكل المرتديلا، ولكن ترياو زبدة 125 جرام بسعر 11 ليرة. عرض من ماركة جليس، شامبو مع مشط هدية 500 ميلي بسعر 26 ليرة. زبادي او لبن من بيرشا 1500 جرام، يعني كيلو ونص ب 11 ليرة ونص. عرض على سطل المسح البصبص مع الممسحة تبعه، السعر 70 ليرة، ولكن انا من تجربتي ما بنصحكم فيه كتير بالمزغبرة، يعني الممسحة المستطيلة احسن بكتير. من اكيجي جبنة شعر 250 جرام بسعر 16 ليرة تيل بينر، هي بتصير للحلويات للكنافة، بس بتكون تنقعوها شغلة ربع ساعة وتنشفوها كتير منيح وبعدين تستعملوها للحلويات، كتير كتير لذيذة وطيبة. من سنان قال طحين أبيض 9 كيلو بسعر 80 ليرة، هذا الطحين كتير بتسألوني انه بدي للكيك، بدي للمعمول للحلويات، هذا بصير لكل شيء، كتير كتير ممتاز، نوعيته كتير يعني نخب أول بعتبره، بنصحكم أنكم تشتروه. عرض على وصل الغالي عرض على الزيت من ماركة يودوم، ماركة جدا ممتازة، 3 لتر بسعر 70 ليرة. هلأ ليكو يمكن أنتم متلاقوا فرق أنه يعني شو 3 لتر ب70 ليرة، بس ماركة يودوم كتير ممتازة، مشان هيك يعني يعتبر عرض كتير حلو. زيت دوار الشمس طبعا. هذا انواع صوصات، في صوص الفريز، صوص الكيوي، صوص الموز، اي واحد منهم سعته 750 جرام بسعر 18 ليرة. من ايكير كايمك قشطة بالعسل 100 جرام بسعر 7 ليرات ونص، هي فيكم تستعملوها على الفطور او بالحلويات الباردة، مثلا لحلاوة الجبن اي ممكن تستعملوها، اما للقطايف اللي بدها تنقلها ما بنصحكم ابدا لانه رح تدوب.
تشيز كيك مجمد بنكهة التفاح 650 جرام ب22.5 ليرة. بودنج عرض على من دكتور أوتكر في بالكاكاو وفي بالبندق، الواحد وزنه 298 جرام والسعر 7.45 ليرة. طبعا هدول ظرفين مع بعض. من بينار سجق مطاول 210 جرام بسعر 13 ليرة، هذا كتير بنصحكم تاخدوه، كتير طيب عن جد، إله هيك قرشة لذيذة من بين السجق كله، أنا هذا كتير بحبه. أيضا من دكتور أوتكر بيتزا مجمدة فيها قطعتين، الوحدة وزنها 405 جرام، الاثنين ب27.75 ليرة. ما بنصحكم أبدا أبدا تاخدوا البيتزا من إنه هيك جاهزة، ما أنا طيبة بالمرة، يعني سووها بالبيت أطيب أو جيبوها من محل جاهز. في هي البسكوتة إزمير بومباس، هي إلى طريقتين للأكل، هي مثل بتحسوها بسكوتة بس كلها محشية شوكولا، فيكن تحطوها بالفرن أو فيكن تاكلوها عادي باردة، فيها 4 قطع، الوحدة وزنها 50 جرام، سعر 4.10 ليرات، كتير طيبة. عرض على حفاضات الأطفال من مول فيكس، رح يكون في نمرة 4 و5 و6، نمرة 4 رح يكون فيها 100 حفوضة، نمرة 5 رح يكون فيها 76 حفوضة، ونمرة 6 رح يكون فيها 62 حفوضة، الكيس الواحد ب120 ليرة. هون في من دكتور أوتكر مستلزمات لتزيين الكيك مثل ستراس، سبرينكلز، شغلات صغيرة لتزيين الكيك، أي كيس وزنه 10 جرام وسعر الواحد 3 ليرات. من دكتور أوتكر أيضا باستا جي كريما، هاي كريمة بتصير لحشو الكيك، بتصير للكلير، كتير كتير طيبة، وزنها 156 جرام وسعرها 3.45 ليرة. أنا استعملتها بفيديو سابق لتزيين الكيك، كتير طلعت طيبة والصبايا كتير مدحوا من الطريقة، رح أترك لكم رابط طريقة تزيين الكيك بهي الباستا تحت بأول تعليق مثبت، فيكم تروحوا وتشوفوا. حمص 300 جرام بسعر 11 ليرة، كمان هون قطع مثل كرواسان أو معجنات محشية كاكاو، فيها 8 قطع، الوحدة وزنها 25 جرام، لتمن قطع ب12.45 ليرة. بودنج بجوز الهند 375 جرام ب8.45 ليرة، كمان هاد منتج جديد على ماركت الآيوز بير. مي للأطفال 500 ملي ب1.5 ليرة، إنه سهل يشربوا فيها، إنه التم تبعها سهل. علبة بسكويت بنكهة البرتقال فيها 16 قطعة، الوزن الواحدة 25 جرام، 16 قطعة ب13 ليرة. عرض على سكاكر طرية 400 جرام ب13 ليرة. كمان من دكتور أوتكر في هي الأقلام ملونة بترسموا فيها على الكيك، على الكب كيك، على الكوكيز، في عدة ألوان، وزنها 76 جرام وسعر 10.45 ليرة، كتير ممتازة. من إيكير لبن عيران 1 لتر ب6 ليرات. حليب بنكهة الفواكه، في بنكهة الفريز وفي بنكهة الموز، الواحد سعته 230 ملي والوحدة سعرها 4.5 ليرة. في هون مجموعة بسكويت في عدة نكهات، اللوز، البندق، الفستق الحلبي، وزن الوحدة 52 جرام والسعر 5 ليرات للقطعة الوحدة. في هاي البسكوتة بنكهة التيراميسو 32 جرام بسعر 2.25 ليرة. لو الأصدقاء عروض ماركت الآيوز بير بتكون خلصت، رح تبلش الخميس الجاي 23 ديسمبر. بتمنى العروض تنال إعجابكم. اللي يوصل معي لهون شكرا من القلب على المتابعة الحلوة، لا تنسوا اللايك والشير للفيديو، وانتظروني أكيد بفيديو جديد إن شاء الله. بترككم بأمان الله.